اهلا بحضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم هنا من امام مقابر الفنان الراحل سمير غانم. يعني في اول جمعة بعد 40 يوم من رحيله. يعني تعالوا نقرأ له الفاتحة وندعي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. طبعا هنا في بعض أقاربه، والفنانة دنيا سمير غانم جت الصبح الساعة 6 صباحا عشان تقرأ له الفاتحة وتزوره. كل الناس هنا طبعا بتدعي له، بيقولوا ان يعني هم ناس محترمه جدا، ويعني كانت معانا احد اقاربه من شويه بتقول انه يعني مهما نقول يعني عيله ما فيش في ادبهم، ما فيش في احترامهم. هيكون معانا طبعا بعد قليل شقيقه واقاربه هيتكلموا معانا عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يشفيها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اقاربه جوه. ياريت اللي دخل على اللايف من جديد يعني نقرأ له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. الناس هنا بتيجي زي ما حضراتكم شايفين بيقروا له الفاتحة. يعني ناس كتير جاية تزوره، هما طبعا مش عايزين يظهروا في الكاميرا. يعني أقاربه طبعا بيزوروه، محبيه بيزوروه. يعني ناس كتير متواجدة هنا بس هما للأسف مش عايزين يظهروا في الكاميرا. الفنان الراحل يعني عزيز على قلب الناس كلها. يعني نقرأ له الفاتحة وندعي له. يعني كان معنا برضو اقاربه بيقولوا ان الفنانة دلال عبد العزيز حالتها برضو غير مستقرة، هي ربنا شفاها من الكورونا بس حالة الرئة لسه تعبانة. الناس بتدعي للفنان الراحل كتير، ربنا يرحمه ويغفر له. يعني نتمنى الناس اللي داخلة اللايف برضو يقروا له الفاتحة من جديد ويدعوا له. كنا مع حضراتكم من أمام قبر الراحل الفنان الكبير سمير غانم اللي رحل عن عالمنا من 40 يوم. يعني 40 يوم عدوا بسرعة جدا، وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز في العناية المركزة، ربنا يشفيها. هنكون معاكم بعد قليل مع شقيق الفنان الراحل وأقاربه، هيكلمونا برضو عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز. شكرا لكم وهنكون معاكم، تابعونا، إلى اللقاء.